رأى في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. هل المذهب الحنفي يقتضي أن يقرأ الفاتحة بعد سكوت الإمام أم لا؟ لأني أسمع أن المذهب الحنفي يقتدون بالإمام ويمسكون له بدون أن يقرأ الفاتحة. كذلك أسأل عن معنى قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل تدخل هذه الآية في المذهب الحنفي عند قراءة الإمام بأن ينصت المأمومون بدون القراءة بفاتحة الكتاب؟ وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن بإجماع أهل العلم تقريبا، وإن كان هناك خلاف أو خلاف يسير، لكن أكثر أهل العلم أو إجماع أهل العلم على وجوب القراءة قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد. أما المأموم فهذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف القوي بين أهل العلم. فالجمهور على أن المأموم لا تجب عليه القراءة قراءة الفاتحة، وإنما يستمع لقراءة الإمام. وإذا استمع لقراءة إمامه فكأنما استمع لقراءة إمام الفاتحة وأمن عليها في النهاية فكأنما قرأها، فيصدق عليه أنه قرأ الفاتحة في هذه الصلاة لأنه استمع لقراءة إمامه وأمن عليها بعد النهاية فقال آمين، فيكون هذا في حكم من قرأها. وتدل عليه الآية التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فصلاة الجماعة التي يقرأ فيها الإمام يصدق عليها أن الفاتحة قد قرأت في هذه الصلاة، قرأت إلى الإمام واستمع إليها المأموم وأنصت لها فكأنما قرأها. وذهب بعض المحققين من أهل العلم، بعض المحدثين، إلى وجوب القراءة قراءة الفاتحة على كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأخبر أن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، يعني غير صحيحة. والجمهور يحملون هذا على أنها قرأت بفاتحة من الإمام واستمع إليها المأموم موجودة ولله الحمد. ومن العلماء من فصل، فالإمام مالك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ، جمعا بين الأدلة. وعلى كل حال قراءة الفاتحة مطلوبة، ويستحب للمأموم أن يقرأها إذا أمكنه ذلك، لأن يعني يقرأ في سكتات إمامه وهي الصلاة السرية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.